بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين. بارك الله فيكم أساتذة التعليم الابتدائي. الموعد يتجدد واللقاء يتكرر والموعد يعيد نفسه. موعدنا مع مسيرة وطنية هذا الاثنين، 2 مارس، بعد غد، اليوم السبت، غدا الأحد، 2 مارس 2020، مسيرة وطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، وهذه هي المسيرة الثانية إن شاء الله عز وجل بعد المسيرة الأولى اللي كانت ناجحة. مسيرة ثانية يوم الاثنين لأساتذة التعليم الابتدائي مع إضراب وطني لأساتذة التعليم الابتدائي. لذلك دعوتي وندائي ولا رجائي إلى كل أستاذ، بارك الله فيكم، الإضراب هذا ما هو حتى واحد، والتنسيقية هذه ما حتى واحد. الإضراب والمسيرة هذه والتنسيقية هذه تتعلق بكل أستاذ في التعليم الابتدائي. كل أستاذ عنده حق به يتكلم، كل أستاذ عنده حق به ينتفض، كل أستاذ عنده حق به يضرب، ولا يعلق إضرابه وانتفاضته ومطالبه بالأشخاص. بارك الله فيكم، إضرابنا، مسيرتنا، انتفاضتنا ليست من أجل الأشخاص، وإنما من أجل المطالب. لذلك كل أستاذ أنت مطالب بالإضراب، أنت مطالب بالحضور للمسيرة الوطنية يوم الاثنين 2 مارس. بارك الله فيكم، حتى تكون وقفة ناجحة وتكون مسيرة ناجحة مثل الأسبوع الفارط، وحتى تكون نسبة الإضراب مرتفعة. أقل شيء ولا أضعف الإيمان كما يقال اللي ما يقدرش يجي للمسيرة الوطنية، وإن كان واجب على كل أستاذ يجي يحضر، لمن تعذر عليه الأمر ومن لم يستطع الحضور أقل شيء يساعدنا ويعاوننا بالإضراب في ذلك اليوم، إضراب يوم الاثنين بارك الله فيكم مع المسيرة الوطنية. اللي ما قدرش يحضر معنا المسيرة الوطنية لابد أن يكون مضرب، أقل شيء يكون مضرب باش تكون نسبة الإضراب مرتفعة وتكون المسيرة الوطنية ناجحة. وهذا كله لا لغرض شخصي ولا لأي شيء، بارك الله فيكم، من أجل المطالب. كما قلت، الإضراب والتنسيقية والمسيرة هذه ليست حكرا على شخص وليست ملك لشخص، وإنما هي ملك لكل أستاذ في التعليم الابتدائي. لذلك كل أستاذ في التعليم الابتدائي مطالب بحضور المسيرة الوطنية، مطالب بالإضراب معنا يوم الاثنين بارك الله فيكم، حتى تكون نسبة الإضراب مرتفعة وحتى تكون المسيرة ناجحة إن شاء الله عز وجل. بارك الله لي ولكم، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يحقق مطالبنا وأن يرفع الغبن عن أساتذة التعليم الابتدائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة